تقوم الحياة وتستمر على مجموعة من العلاقات الإنسانية بين الناس، منها العلاقات الإيجابية التي تدوم طويلاً لتولد السعادة والهناء للإنسان، ومنها العلاقات السلبية التي تسبب المزيد من المشاكل والهموم له. ولكي تكون علاقاتك إيجابية مع الآخرين بشكل دائم، عليك فقط أن تلتزم ببعض النصائح التي سنقدمها لك. أولاً، عليك أن تتعلم فن الإنصات للآخرين، لأن الإنصات دليل على مدى اهتمامك بالآخر وحرصك على متطلباته ومساعدته. ثانياً، ثق بالآخرين، لأن الثقة مفتاح أساسي لنجاح العلاقات الإنسانية. ثالثاً، ابتعد عن الأنانية، فالعطاء يساهم في غرس المحبة والاحترام المتبادل بين الآخرين. رابعاً، لا تبالغ في نصائحك ولا تشير إلى أخطاء الآخرين، واقتنع بفكرة اختلاف الآخر. خامساً، احتفل بنجاح الآخرين، وإياك أن تسمح للغيرة أو للحسد بأن يسيطر عليك، فما كتب لك فهو لك، وما كتب لغيرك فهو من الأساس ليس لك، ولكل مجتهد نصيب. وأخيراً، لا تتصنع وتصرف بطبيعية، وذلك لكي يشعر الآخرين تجاهك بالراحة والأمان. وفي الختام، دعك من كل السلبية ولا تسيء لذاتك بالصراعات، فالسلام هو سيد الأحكام.